الشثري سننهل من وصايا مع الشثري سننهل من وصايا مضمخة بأنوار السماء تهادت للورى مثل الهدايا موشحة بأثواب البهاء بها الشثري يبين للبرايا وينصح للأحبة في نخائي قضايا أو هموم أو حكايا بها تبيان داء أو دوائي مع الشثري سننهل من وصايا. الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا ونشكره ونثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا هو، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن الإنسان يستبشر بسيره على مقتضى نصوص الكتاب والسنة وتذكير الناس بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يستنبط منها من المعاني من أعظم وسائل الدعوة إلى الله جل وعلا وإلى دينه القويم. وفي هذا اليوم نتحدث عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: السلطان ولي من لا ولي له. وهذا الحديث قد أخرجه الإمام أبو داود في سننه بإسناد حسن. وقد أخذ العلماء من هذا الحديث قاعدة، فقال بعضهم: السلطان ولي من لا ولي له، وقال آخرون: تصرفات السلطان على الرعية مناطة بالمصلحة. وعلى كل، فإن الولايات على أنواع، هناك ولاية خاصة وهناك مثل ولاية الأب على أبنائه، وهناك ولايات عامة مثل ولاية صاحب الإمامة العظمى على الناس. وبالتالي فإنه إذا لم توجد ولاية خاصة انتقلنا إلى إثبات تلك الولاية للإمامة العظمى. والولاية على الآخرين قد تكون في أبواب متعددة، فمن ذلك في باب الحج، فإن الصبي خصوصا غير المميز إذا تم إلباسه للإحرام وإدخاله في النسك فإن وليه يتولى ما يعجز عنه من مناسك الحج من غير الفرائض والأركان. وهكذا في أبواب النكاح، فإن من لا ولي له وكان محتاجا إلى الزواج فإن السلطان يتولى أمره فيكون وليا له يتصرف بما يحقق له المصلحة. وهكذا في التصرفات المالية، فإن الصبي يحتاج إلى من يتجر في ماله لئلا تأكله الصدقة، كما ورد عن عمر رضي الله عنه: التجر في أموال اليتامى لئلا تأكلها الصدقة. وبالتالي فإن السلطان يقوم بالتصرف في أموال الغيب وأموال من لا ولي له. وهكذا في أبواب الدماء والديات، فإنه إذا قتل رجل أو امرأة وليس له من يتولى أمره فإن ولايته تكون للسلطان، ومن ثم يختار ما يكون محققا للخير والمصلحة. و من الأمور التي تتعلق بهذا
أن السلطان قد يتولى هذه الأمور بنفسه وقد يفوضها إلى غيره كما لو فوضها إلى القاضي. ومن ثمرات هذه المسألة، فإذا كان هناك شخص أو امرأة، إذا كان هناك امرأة لا ولي لها، وقد فإن القاضي والسلطان يتوليان أمر هذه المرأة فيكونان وليين عنها. ومن المعلوم أن الصواب أن عقد النكاح لا بد فيه من الولي، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. وهكذا لو أن شخصا قتل ولم يكن له قريب يتولى أموره ويداعي للمطالبة بالقصاص من الجاني، فحينئذ نقول: السلطان ولي من لا ولي له، وبالتالي هو الذي يطالب بما يحقق المصلحة. فإن كان يرى أن القود وإقامة القصاص هو المحقق للمصلحة فحينئذ يختار ذلك، وإذا رأى أن الدية هي التي تحقق المصلحة فإنه حينئذ يعمل بما يرى أنه هو المحقق للمصلحة. ومن أمثلة هذه القاعدة الأموال الضائعة، فإنه إذا ضل مال عن صاحبه فإننا نقول السلطان بمثابة الولي والوكيل عن ذلك الشخص الذي أضاع هذا المال، وبالتالي فإنه يختار ما يحقق المصلحة في ذلك، وبالتالي هو مخير بين أن يسلم هذا المال لبيت المال أو بين أن يبقيه ثم يقوم بالعمل فيه بالتجارة. والسلطان مأخوذ من السلطة، يعني أنه لما كان يأمر وينهى وكان الناس يطيعونه سماه بهذا الاسم، اسم السلطان. ومن الأمور التي تتعلق بهذا أن السلطان قد يفوض في بعض هذه الأمور السابقة بعض من يراهم، كما لو فوض القاضي الشرعي أو كما لو قام بتفويض بعض الموظفين أو بعض الوجهاء ليكون عندهم شيء من الحكم الشرعي ومعرفة أحوال الناس ومدى انطباق هذا الاختيار لما يختاره الناس. بارك الله فيكم ووفقكم لكل خير، وجعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين. مع الشثر سننهل من وصايا مضمخة بأنوار السماء، تهادت للورى مثل الهدايا موشحة بأثواب البهاء. بها الشثر يبين للبرايا وينصح للأحبة في إخاء، قضايا أو هموم أو حكايا بها تبيان داء أو دوايا.